derrière, avec escalier ajouré. هذا المشروع هو يكرم بيان سور انا شخصيا يكرم سي كاع الناس اللي خدموا معنا يعني في المشروع كمهندسين الفريق تاعي ك ديزانجينيور اون جيني سيفيل يعني في لي ديفيرونت سبيسياليتي. لنا الفخر التواجد في الجائزه الوطنيه للهندسه المعماريه والحمد لله بفضل الله عز وجل اقتنينا المرتبة الثانية لجائزة الوزير الأول عن المشروع المجمع السكني بتيبازا. هذا التشريف وهذا التكريم تحفيز للمهندسين الشباب للجيل القادم إن شاء الله. سي لو بري ناسيونال دارشيتكتور تاع مسيو لو مينيستر دلابيتا دورمانيزم دافيل. المشروع هو 240 سرير في الغواط في مدينة الغواط، وهذه الجائزة تعتبر تحفيز لهم حتى نعمل أكثر ونطور الهندسة المعمارية في الجزائر.